نعم أنا بالتأكيد أعتقد أن هناك ستكون استجابة أو رد. وعندما تدرك موسكو أن أوكرانيا الآن ما يبدو أنها وصلت القدرة أو حصلت على القدرة لكي تصل في منتصف الأراضي الروسية وتضرب قواعد عسكرية، هذا يجعلهم ضعفاء. وربما هذه دعوة نداء لموسكو أن هذه القاذفات الاستراتيجية هي غير آمنة من الهجمات الخارجية. مرة أخرى يجب أن يقيموا هذه القدرة للأوكرانيين للوصول إلى هذه المناطق داخل روسيا وضرب بعض الأهداف. هناك بعض التقارير مثلا تتحدث عن قدرتها لضرب هذه المسافة، فهذا يعطي رسالة. وكذلك دخول القوات الخاصة الأوكرانية داخل روسيا وربما من أجل قيادة الطائرة بدون طيار داخل هذه الأراضي، فهي يتم قيادتها من عن طريق الليزر من الأرض، وهذا يسمح لهم باستهداف بدقة الاستهداف. ولكن حقيقة أن الأوكرانيين قاموا بتطوير هذه الطائرات الروسية القديمة، هذا يعني أنهم لن يتوقفوا هناك. من الواضح أن الأوكرانيين قد قاموا بتطوير مستوى جديد تكنولوجي أو فني من أجل زيادة المسافة التي تستطيع الوصول إليها هذه الطائرات، وهذا أيضا يرسل رسالة مهمة جدا إلى روسيا. روسيا الآن لن تتوقف وتكون متواضعة حيال هذا الأمر، فربما سيقوم بزيادة الاستجابة أو الرد وسيجعل من الأمور أكثر خطورة بكثير، ليس فقط داخليا على الأهداف الروسية ولكن كذلك بالنسبة لروسيا، بالنسبة لأوكرانيا، لأن موسكو بسبب هذا التصعيد الذي قام به الأوكرانيون هذا يرسل رسالة إلى موسكو. أولا أن الأوكرانيين ليست لديهم نية للتفاوض أو ربما لوقف إطلاق النار، وكذلك هم يزيدون أو يوسعون من إمكانياتهم للاستهداف ولا يقللونها، فإما هم يحصلوا على المساعدة حيث أن الأمر ليس واضحا. هل هم الذين قاموا بتطوير قدراتهم بأنفسهم لزيادة قدرة هذه الطائرات القديمة وأن يجعلونها أفضل؟ نحن نسميه مد القدرة أو تمطيط القدرة، ولكن ربما بسبب محدودية التكنولوجيات الحالية وأنظمة السلاح التي لديهم لا يستطيعوا أن يشتروا شيئا جديدا، ولكنهم يقوموا بتطوير ما لديهم. هذا مهم جدا ومميز، وأعتقد أن موسكو الآن ربما ستزيد من استهدافها ليس فقط للبنى التحتية ولكن ربما للقيادة الأوكرانية نفسها. إذا ما كان الأمر سيتصاعد وإذا ما كان الأوكرانيين سيسرعون بدل أن يقوموا بتخفيف هذه الهجمات، فأعتقد أن هذا يعتبر وقتا حرجا جداً.